بدر زكي مدرب مولودية وهران، يعني المولودية هذا العام قامت بعدة استقدامات، هي بداية غير منتظرة بالنسبة لتشكيلة المدرب بدر زكي. ما تنظر المباراة كيف شاف الجميع، كنا كنستحقوا أكثر من نقطة، ولكن مع كامل الأسف ما كناش كنتظروا السيناريو ديال المباراة. وفي أول دقيقة نعطيو أنكادو للفريق الخصم اللي يتهز المعنويات تاعو ويدخلنا في واحد الحسابات اللي هي مرتبكة على العموم. فتنظن فريق ديمولي طهران رغم وفريق الخصم كان منظم من الناحية الدفاعية وكان سجل جميع الثغرات، استطعنا نخلقوا ثلاثة أو أربعة ديال الفرص في الشوط الأول. مع كامل الأسف السرعة أو وجود الشوشي دون اللي خلى دون باش نكفوا نعادوا الكفاف في الشوط الاول. في الشوط الثاني بعد ما بدنا السيسه من جولي اللاعبين جوج راس الحربه بالناجي وكذلك بالتومي خلقنا فرص، وجات ضربه الجزاء اللي كانت انصفات المجهودات تاعنا واللي عدنا بها الكفاح. على العموم تنظن بان اليوم الا ضيعنا جوج نقاط فماشي بفضل الخصم، ضيعناهم احنا. واش ان شاء الله نتمنى لك التوفيق ان شاء الله في قادم الجولات، واش تقول للانصار المولدتوار؟ كنعرفوا بان اول مباراه ديما كتكون صعبه على الجميع بحكم الضغط بحكم مستقبل في الميدان تاعك. تنظن كون صفاتنا اليوم الكره كنا كندوا على نتيجه اخرى، لان الفريق الخصم ما جاش ولا اوكازيون دبيت، اكتفى بالدفاع وبالكونتر وكان كيتسنى الاخطاء تاعنا. على العموم فهي مباراه مقبوله من فريق ديال مولدتوار طهران، وان شاء الله دو بوان اللي ضاعونا اليوم نخلفهم ان شاء الله في المباراة الجاية. نشكرك جزيل الشكر على انتظارك معنا ونتمنى